ننتقل إلى العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي إثر عمليات إنزال جوي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في جبال مكحول. وقالت الخلية في بيان لها إن العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عمليات إنزال على أهداف هامة لبقايا تنظيم داعش الإرهابي في جبال مكحول، وذلك بناء على معلومات استخباراتية. وأضافت أيضا أن اشتباكات تدور حاليا بين نخبة العمليات الخاصة ومجموعة إرهابية بعد العثور على نفق في هذه الجبال تتخذ منه ملاذا آمنا لها. للمزيد من التفاصيل أرحب بضيفي من بغداد الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني. أهلا بك دكتور إلى هذه الجولة. يعني بداية، ما تقييمك لهذه الخطوات الأخيرة؟ مساء الخير عليكم، مساء الخير على الجمهور الكريم والمشاهدين الكرام. يعني اكيد الخطوات التي قام بها اليوم جهاز مكافحه الارهاب هي تاتي ضمن استراتيجيه مطارده حلول التنظيم الارهابي في الوديان والمناطق المفتوحه، وهذه الاستراتيجيه ركز عليها رئيس جهاز مكافحه الارهاب فريق اول ركن طالب شغافي في ادارته لعمليات مكافحه الارهاب بالتعاون مع قيادات العمليات المشتركه وتحت امره القائد العام للقوات المسلحه. وبالتالي قوات جهاز مكافحه الارهاب تتابع بين الحين والاخر حركه الجيوب التنظيم الارهابيه التي تحاول ان تستثمر المناخ وطبيعه الارض، وكذلك بالمقابل تحاول ان تكون لها ملاذات امنه. وبالتالي جهاز مكافحه الارهاب يعمل من خلال عمله كذلك والتنسيق بالتعاون مع التحالف الدولي على منع هذه الملاذات الآمنة، وهذا من خلال المتابعة الاستخبارية والتصوير الجوي وكذلك بالمقابل العلاقة مع المواطنين والجمهور في جمع المعلومات الاستخبارية وكذلك كبح جماح التهديدات التي تهدد المجتمعات المحلية القريبة من الملاذات الآمنة التي يحاول تنظيم داعش الإرهابي وفلوله من بنائها داخل هذه الوديان والمناطق المفتوحة. طيب، هناك تحركات أخيرة تم الحديث عنها على مدار اليومين الماضيين بخصوص ربما سعي الولايات المتحدة بشكل أو بآخر لتسليم بعض مهامها على الأراضي العراقية أو لتسليم وجودها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حلف الناتو. ماذا يعني ذلك دكتور حسين؟ يعني أكيد هو وجود حلف الناتو الآن وجود يأتي في إطار تعاون عراقي مع دول حلف الناتو بشكل جماعي ومنفردا مع الولايات المتحده الامريكيه. وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه استراتيجيتها ضمن حلف الناتو ان تتقاسم الاعباء مع دول حلف الناتو، وبالتالي ميدان العراق هو واحد من الميادين المهمه ليس فقط للولايات المتحده الامريكيه وانما لدول حلف الناتو باعتبارها اغلبها دول اوروبيه، وحركه المقاتلين الاجانب هنا في الشرق الاوسط حركه مهمه للامن الاوروبي، وبالتالي التعشيق ما بين امن الشرق الاوسط والامن الاوروبي اصبح ضروره وليس اختيار، وهذا ما يدفع دول حلف الناتو لمساعده العراق في بناء قدراته التدريبيه، بناء قدراته الاستخباريه، قدرته وتطوير امكانياته في مجال مكافحه المتفجرات، وكذلك اصلاح القطاع الامني، وكذلك العلاقات المدنيه العسكريه. هذه الميادين الاربعه او الخمسه ميادين تتحرك بها فضاءات التعاون ما بين العراق ودول التحالف الدولي وكذلك دول حلف الناتو، وكذلك العلاقات العراقية الأمريكية في المجال الدفاعي، وهذا بالتالي ما يجعل حلف الناتو الآن يتصدر لتقاسم الأعباء من استراتيجية حلف الناتو طويلة الأمد والتي يؤثر عليها رؤية الرئيس ترامب الذي دعا دول حلف الناتو لزيادة مشاركتها ومساهمتها في ميزانية أو موازنة حلف الناتو، وهذا بالتالي من ضمن تقاسم الأعباء لتطوير قدرة الدولة العراقية في المجال العسكري وفي مجال مكافحة الإرهاب وفي مجال السيطرة على الأمن الداخلي. طيب، في ظل هذه الخطوات الاستراتيجية التي تحدث لمكافحة الإرهاب على يعني الصعيد الداخلي العراقي، كيف قرأت ترشيح بعض الأسماء ذات الخلفية الأمنية أو الاستخباراتية لتكون مرشحة لمنصب رئيس الوزراء؟ يعني أكيد ترشيح السيد مصطفى الكاظمي وهو رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي قد يكون واحدة من الشخصيات المهمة والتي يكون لديها معلومات وعلاقات خارجية مع عمقنا العربي، خصوصا مع المملكة العربية السعودية، مع مصر، مع غيرها من الدول الأخرى. وكذلك بالمقابل في الأمس كانت زيارة مهمة لوزير الخارجية المصري إلى العراق ولقائه
برئاسة السيد رئيس الجمهورية وكذلك وزير الخارجية وكذلك بالمقابل بعض المسؤولين العراقيين، ونقله رسالة مهمة من السيد رئيس الجمهورية المصرية السيد عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس العراقي، وبالتالي تبادل الرؤى في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة المخاطر المشتركة، وكذلك بالمقابل رؤاهم المشتركة نحو حراك مستقر والمساعدة المصرية التي تقدم لإسعاف القوى السياسية العراقية ودعمها وحثها باتجاه تكوين دولة عراقية قوية قادرة على القيام بمهامها أمام مواطنيها، وهذا بالتالي هو واحد من المداخل الأساسية للقضاء على الإرهاب في بطل الأول. إذن أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بغداد دكتور حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني.